جولة على المشهد السياسي مع الزميلة ريف عقيل. مساء الخير. مساء الخير لارا. يوم الجو أو المشهد كان زيارة أموس أوكستين إلى بيروت ولقاء النواب، ولكن ماذا عن المشهد الرئاسي؟ صحيح، يعني اليوم كان في شغلتين عم بيصيروا بالتزامن مع بعض، المباحثات الهدنة وآخر الحلول الدبلوماسية على الحدود مع العدو الإسرائيلي، إضافة طبعا لآخر لقاءات كتلة الاعتدال الأساسية خليني أسميها مع حزب الله اللقاء المنتظر. هيك في شوية تفاصيل عن مضامين هذا اللقاء نشوفه سوا. شكرا. اختتمت كتلة الاعتدال الوطني آخر جولاتها وأشدها ترقبا مع كتلة الوفاء للمقاومة. وفي تفاصيل اللقاء الذي تم توصيف أجوائه بالمقبولة فأنه كان صريحا ونقشت فيه الطروحات من دون قفزات. كان لافتا أن حزب الله لم يتردد في مصارحة زواره حول كثير من الهواجس المرتبطة بشكل التشاور ومضمونه وصولا إلى الجلسات المفتوحة. وفي رد الحزب على طرح التكتل وبعد نقاش واستفاضة، أتى الجواب على لسان رئيس الكتلة محمد رعد كالتالي: شباب بيدرسوا، في إشارة إلى القرار الذي سيناقشه مجلس الشورى في الحزب. وفي المعلومات التي رشحت عن اللقاء أن التكتل لم يطلب من حزب الله سحب اسم سليمان الفرنجي من التداول، علما بأن مصادر متابعة قالت للجديد: أصلا مش نحن نسحب ترشيح فرنجي ونحن داعمين ترشيحه. أما شكل الحوار فكان من ضمن التساؤلات، وتحديدا الفوارق بين حوار بري وتشاور التكتل، وإذا لم يكن الرئيس بري هو من يدير التشاور فمن سيرأس الإدارة. فبالنسبة إلى حزب الله هناك الكثير من الأمور بدأ شغل بها البلد، إضافة إلى ذلك من سيعمل على صياغة الحوار ومخرجاته. ما هي الخلاصة من هذا الحوار وهل من نتائج في الأفق؟ هذا وسأل نواب كتلة الوفاء عما إذا كان تكتل الاعتدال يرى المناخ مؤاتيا للتشاور التمهيدي، كما حاولوا الاستفسار عن ماهية الجلسات المفتوحة، خاصة أن تكتل الاعتدال اقترح التشاور ثم اختيار المرشحين ليصار بعد ذلك إلى الالتزام بالجلسات المفتوحة. هنا سأل حزب الله: شو يعني جلسات مفتوحة وما حدا معه 65 صوت؟ ومع انتهاء هذا اللقاء تشير مصادر التكتل إلى أنه سيستكمل لقاءاته مع 9 نواب مستقلين، إضافة إلى بعض البطارية والمشايخ، كما أنهم طلبوا موعدا من الرئيس بري هذا الأسبوع لاستكمال البحث. إذن في إطار المبادرة الرئاسية واللقاءات مع الكتل النيابية، التقى وفد من تكتل الاعتدال الوطني يضم النواب أحمد الخير، محمد سليمان ووليد البعاريني وعبد العزيز الصمد، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وعضو الكتلة النائب أمين شري. وقد وصفت مصادر متابعة اللقاء بالصريح والشفاف، وقد عرض حزب الله هواجس وتساؤلات عدة عن المبادرة. هذا وقدم الوفد الأجوبة اللازمة إلى هذا، لم يقدم الحزب على أو لم يقدم الحزب أي مواقف نهائية أو نتائج خاصة بهذه المبادرة. هذا وكان وفد التكتل قد التقى أيضا وفدا من حزب التشنق. الصحفي سمير منصور أشار ضمن برنامج هنا بيروت إلى أن نهاية الحرب في غزة تحتاج إلى توافق إيراني أمريكي، مبديا تخوفه من دخول مرحلة من الانقسام السياسي اللبناني العقيم بعد نهاية الحرب. واصلين للوضع أكثر تعقيدا، واللي أنا وافق عليه حقيقة، لأنه المؤشرات قبل وقف الحرب عم نشوفها، فما بالك بعد وقف الحرب وطموح بعض الأطراف إلى ترجمة أمر واقع معين إلى نص دستوري على المدى البعيد. تحكي نص دستوري يعني وكأنك عم نحكي عن نظام جديد. إيه، في كتير في بعيدا عن الطائف، تعديلات بالطائف، نظام جديد. أكيد أكيد. والأقوى هو سيفرض. على الأقل تعديل في الطائف أو توضيح بعض النصوص. الصحفي وجدي العريضي رأى عبر الجديد ألا فرص متاحة لأي اختراق رئاسي، لا سيما في ملف انتخاب رئيس الجمهورية، وثمة جدار سميك لم يتمكن أحد بمن فيهم المجموعة الخماسية من خرقه بفعل التعقيدات والعوائق المحيطة بهذا الاستحقاق.
مع وصول الموفد الأمريكي هامس هوكشتاين يتبدأ بوضوح أنه في حال توصل إلى هدنة بين في غزة وصولا التي ستنسحب طبعا على الجنوب اللبناني، عندها يمكن القول أن الاستحقاق الرئاسي سيتم تمريره عبر انتخابات عاجلة، ولكن دون ذلك ليس هناك في الأفق ما يشي بذلك من خلال حراك اللجنة الخماسية التي حتى الآن لم تتوصل إلى شيء، إن لم يسجل أي خارق يمكن البناء عليه. لن ينتخب الرئيس في هذه المرحلة إلا في حال كان هناك إجماع دولي على ذلك، وبمعنى آخر لم ينتخب رئيس منذ الاستقلال إلى اليوم إلا من خلال تسوية دولية إقليمية، لكن ظروف هذه التسوية لم تحن حتى الآن. بانتظار جولة الموفد الأمريكي آموس هوكستين وخلاصاتها نصل إلى ختام الجولة على مشهد سياسي. لارا، شكرا لك. شكرا. ريف.